أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مواقف القوى والأحزاب السياسية بعد أحداث العاصمة المؤقتة الأخيرة. رفضت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية أي دعوات للانقلاب على الشرعية وتقويض مؤسسات الدولة في عدن، وقالت الأحزاب في بيان لها إن التصعيد الذي صدر عن ما يسمى المجلس الانتقالي من إعلان حالة الطوارئ والدعوة إلى تأسيس كيانات عسكرية وأمنية موازية لمؤسسات الدولة دفع إلى حالة التوتر وتفجير الوضع عسكريا في عدن. وبحسب البيان فإن الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة لا تخدم سوى القوى الانقلابية في صنعاء، وأكدت الأحزاب ضرورة احتواء الأوضاع في عدن داعية التحالف إلى دعم جهود الحكومة وتعزيز مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع تحت قيادة السلطة الشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل ستخفف مواقف القوى السياسية من طبيعة الأزمة في العاصمة المؤقتة؟ وإلى أين يتجه موقف المشهد الإقليمي إزاء الصراع الجديد؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. تم إخماد الفتنة وعاد كل شيء إلى طبيعته، موقف لخصه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بعد ساعات من المواجهات الدامية التي شهدتها العاصمة السياسية المؤقتة عدن نهار الأحد. حصيلة المواجهات بلغت 12 قتيلاً و132 جريحاً وفقاً لوكيل وزارة الصحة الدكتور جلال باعوضة الذي أكد وجود نحو 9 جرحى حالاتهم خطيرة، فيما خضع عدد من الجرحى لتدخل جراحي وحالتهم باتت مستقرة. رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر رأس اجتماعاً مصغراً لمجلس الوزراء كرس للوقوف على التطورات العسكرية والأعمال التخريبية التي طالت المنشآت الحكومية وأقلقت السكينة العامة. الاجتماع أكد ضرورة العودة إلى المرجعيات حلاً للأزمة. وفيما غابت تصريحات الرئيس هادي حيال أحداث عدن، حضرت الإمارات بقوة بصفتها المتحكم الفعلي عسكرياً وأمنياً بمدينة عدن وفقا لما أكده رئيس الوزراء في مستهل الأحداث، لكن الرد الرسمي الإماراتي خلا من الإدانة المباشرة لما حدث، كما خلا من أي تعبير عن الدعم للحكومة الشرعية. واكتفى وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بتأكيد سلامة موقف بلاده تجاه التحالف بقيادة السعودية. وبإزاء التطورات المؤسفة التي شهدتها عدن، عبرت الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية عن رفضها لما جرى ويجري من دعوات للانقلاب على الشرعية وتقويض لمؤسسات الدولة وخروجا على المرجعية المتفق عليها وطنيا وإقليميا، واعتبرته خدمة للقوى الانقلابية في صنعاء وإفشالا لجهود تحالف دعم الشرعية وخدمة للمشروع الإيراني في المنطقة. السلطة المحلية في عدن أكدت رفضها القاطع للممارسات اللامسؤولة التي أقدمت عليها قوات تتبع المجلس الانتقالي أو ما يعرف بالحزام الأمني، واعتبرت ما قامت به سلوكا همجيا مرفوضا ويعبر عن النزعة العدوانية التي قد تدخل عدن والبلاد في أتون صراعات دموية لا تحمد عقباها. خسارة في الأرواح وتداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة وتدمير للممتلكات العامة جراء أحداث الأحد الدامي في عدن، ثمن باهظ تدفعه هذه المدينة مجدداً جراء استمرار أجندة الهيمنة الخارجية والنزعات المنفلتة وفائض السلاح والتمويل وطموح الوصول إلى السلطة من خارج الآليات الدستورية والقانونية والإرادة الشعبية الجامعة وفقاً لما يرى المراقبون. أهلاً بكم من جديد، وأبدأ النقاش مع ضيفنا من تونس المحلل السياسي معن دماج. أهلاً بك أستاذ معن. أهلاً وسهلاً. مساءً النور أستاذ معن، إذا ما تحدثنا عن ماذا يمكن أن تقدمه الأحزاب السياسية فيما يخص أزمة عدن، ما مدى تأثير هذه المواقف في ملف الصراع اليوم؟ والله للأسف الشديد الأحزاب منذ البداية همشت نفسها ومارست سلوكا انتهازيا يدور حول الوظائف في الحكومة الشرعية وحول المناصب وحول الحصص، وبالتالي دورها وتأثيرها على الأحداث في تراجع مستمر لمصلحة التكوينات الأهلية والتكوينات القبلية والجهوية والعشائرية. وعلى أي حال يبقى أن تصدر بعض البيانات وأن تعبر عن بعض المواقف أمر إيجابي، والبيان الذي صدر في عمومه بيان مقبول ومعقول، لكن المشكل في الأحزاب كما المشكل في الحكومة الشرعية كما المشكل في المقاومة
أنها لم تبذل أي مجهود حقيقي لتثبت استقلالية من ناحية بالنسبة للأحزاب عن الدولة وأساسا عن التحالف العربي وحتى وبالنسبة للحكومة والدولة عن التحالف العربي، وبدت وكأنها ملحقة بينما هي الأساس، وكان المفروض أن المقاومة أيضا تكون مستقلة عن الحكومة ومستقلة عن التحالف، لكن للأسف الشديد السلوك الانتهازي جعلها تتذيل للحكومة التي بدورها تتذيل للتحالف العربي. وهناك طبعا بوادر استقلالية من وقت لآخر، لكن السلوك العام يؤكد هذا التذيل أكثر مما يؤكد على الاستقلالية. طيب الشرعية اليوم هل لديها القدرة على تطبيع الوضع أم أن الوضع خرج عن سيطرتها بالمعنى العملي والإجرائي؟ ما حدث في عدن أمس واليوم هو حدث خطير وسيكون له انعكاسات صعبة وخطيرة على الدولة وعلى الحكومة وعلى الشرعية وأساسا على الوحدة الوطنية التي هي في أسوأ أحوالها منذ سنوات طويلة. لكن يبدو أن مجريات الأحداث على الأرض أثبتت أن المجلس الانتقالي لا يملك إمكانية لفرض حسم سريع كما كان يتخيل وكما كان يتخيل ربما من يقف وراءه، ويبدو أن الحراسة الرئاسية تمتلك القوة والقدرة وإرادة القتال، مما يجعل إمكانية الحسم ضد الدولة وضد الشرعية أيضا في منتهى الصعوبة. لكن كلنا نتمنى طبعا لا تتطور الأحداث إلى اشتباكات يعني بشكل نهائي وتتحول إلى حرب أهلية داخل المدينة وعلى رؤوس السكان. يبدو لي أيضا أن ما حدث يثبت أن حدود القدرات الإماراتية على التدخل هي تظل مهما كانت واسعة ومؤثرة تظل محدودة. ربما تتغاضى السعودية إذا كان حلفاء الإمارات يستطيعون أن ينجزون حسما سريعا، لكنها لا تملك أن تتدخل بشكل مباشر، والارتباك الذي حصل في موقف الإمارات البارحة واليوم يدل على حدود القوة التي تستطيع أن تستخدمها. الخطاب والبيان الذي صدر عن اجتماع هادي بمستشاريه ونائبه اليوم كان بالمجمل خطاب جيد ومعقول ويدل على الاستشعار للخطر الكبير الذي تعيشه البلد، ويعني حتى خطابات الأحزاب وبيانات تبدو متأخرة نعم، لكن خيرا من أن لا توصل أبدا. وفي الساعات القادمة ربما الأحداث على الأرض إضافة للمواقف السياسية ربما ستسمح لنا بتقدير أفضل لأين يمكن أن تتجه الأمور، لكن في كل الأحوال لا أتصور أن المجلس الانتقالي سوف يكون في حالة أفضل بعد هذه الاشتباكات، لأن التهويل بالحسم والتهويل بالقدرات العسكرية وكأنه يملك وحده قدرات داخل مدينة عدن قد سقط لمصلحة ميزان قوى جديد، والتهويل بقدرات الإمارات وقدرتها على أن تنفذ إرادتها يبدو أنها اليوم أصبحت في أزمة وقد تم اختبارها واختبار هذه القدرة وهذه السلطة. وبالتالي أتصور مأساة ما يحدث في عدن أننا قد نكون في منعطف آخر، خصوصا أن أداء حكومة بن داغر وأداءه شخصيا ربما يكون اختبار بالنار لهذه الشخصية التي يعني شابتها الكثير من خلال العمل مع علي عبد الله صالح. اليوم يقدم صورة جديدة ويتماسك ويستطيع أن يصمد، وإذا صمدت الحكومة وصمد بن داغر واستمر في نفس الأداء المتماسك ربما نشهد تحولات حتى في ميزان القوى داخل إدارة الدولة لمصلحة دور أكبر لرئيس الوزراء. وهذه كلها التغيرات ما زالت الآن في معمل وفي مخبر أحداث الذي ربما ستكون حبلة في الساعات القادمة. طيب أستاذ معنى، إلى أين يتجه موقف المشهد الإقليمي تجاه الصراع الجديد اليوم في عدن؟ من الواضح أنه لم يكن من الممكن أن يحدث ما حدث دون تغطية ما على الأقل نوع من غض الطرف من بعض القوى الإقليمية، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يترك لوقت طويل لأن تبعاته على التحالف وعلى صورة التحالف الدولية وعلى شرعية الحرب في اليمن ستكون كبيرة، ولا أظن أن التحالف يجهل ذلك. طالما لم يتمكن الطرف الموالي للإمارات، وأنا لا أريد أن أقلل من شأن الحراك ولا من شأن المجلس الانتقالي لأنه الحراك يعبر عن حجم شعبي واسع في الجنوب،
والإرادة الانفصال في الواقع والسعادة في الدولة هي تيار شعبي واسع في الجنوب، ويمكن التعامل معها سياسيا، وكان من الأفضل أن توجد القنوات لحل هذه المشكلة داخل الشرعية وداخل السماح للناس بالتعبير عن حقوقهم والوصول إلى غايتهم بالطرق المشروعة. لكن اختيار العنف والتلويح والتهويل بالقوة الدائم وإعلان مجلس عسكري أو مجلس انتقالي والحديث عن مجلس عسكري، أنا أتصور أنه اليوم هذه التهويل قد سقط، وموقف التحالف العربي سيكون صعب، خصوصا إذا أثبت الرئيس هادي على قدرة جدية على الاستقلال ولوح بالأوراق التي يملكها، وهي أوراق مهمة مهما تبدو أنها قليلة، لكنه يستطيع أن يرمي كرة النار في ملعب التحالف الدولي. طيب سأعود لك أستاذ معن لنتحدث عن أوراق القوة الباقية في جعبة الرئيس هادي. لأن موقف الإمارات السعودية أمام المجتمع الدولي هو في الأخير ليس بالموقف الهين على كل الأحوال. طيب أستاذ معن، سنعود للنقاش معك في أوراق القوة الباقية في جعبة الرئيس هادي، لكن نشرك معنا بالنقاش من إسطنبول عضو مجلس النواب الدكتور نجيب غانم. أهلا بك دكتور نجيب. أهلا. كيف قرأت بيان الأحزاب السياسية الأخير؟ مدى تأثير هذه الأحزاب اليوم في المشهد؟ ألو دكتور نجيب. أي تفضل تفضل. تسمعني؟ أسمعك الآن تفضل. نبدأ بقراءتك للموقف الصادر أخيرا عن الأحزاب السياسية تجاه أحداث عدن وتأثير هذه الأحزاب، كم موقف على الأحداث؟ هل ما زال لديها أي تأثير؟ هو لا شك أنه هذا يعني يأتي متناغم مع الموقف الرسمي، وهو الداعم للسلطة الشرعية ممثلة بالأخ الرئيس عبد الله منصور هادي. لكن دعني يعني ابتداء يعني أؤكد على أنه عدن يعني ابتليت حقيقة بكثير من الأحداث المؤلمة، وهي لا تحتاج إلى أن نراكم يعني معاناة الناس في عدن. يعني أحداث 86 يعني لم تقف بعد عن الأذهان، وحتى يعني آثارها وجروحها غائرة في النفوس يعني إلى الآن. وأيضا جت أحداث الحرب، حرب الانفصال في 94، ثم هجوم الحوثي وتحالف الحوثي والنظام السابق للرئيس الراحل عبد الله صالح، أيضا والاعتداء على 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 الجنوب، أيضا بما جزء من كان من الاعتداء على المحافظات يعني في اليمن. فعدن يعني جراحاتها تنزف إلى الآن يعني، والناس إلى الآن لم يجدوا يعني فارقة أمل إلا في الفترة الأخيرة هذه، عندما بدأت تتضح كده معالم بداية تثبيت هيبة يعني السلطة الشرعية وبعض مؤسسات السيادة مثل القضاء ورئاسة الوزراء وغيرها، وأيضا بداية استقرار نسبي لبعض الخدمات يعني، مع أيضا يعني مستوى يعني نسبي من الأمن والطمأنينة. ثم هذا جاء موضوع الانقلاب هذا، ويعني كما يقال يعني قلب. طيب دكتور نجيب، عدن لم تعد تحتمل المزيد، رجعنا الى خطوات الى الوراء يعني. طيب عدن لا تحتمل المزيد ولا يليق بها الحرب كما تقول، من يتحمل مسؤوليه ما وصلت اليه الامور؟ ماذا عن مسؤوليه الحكومه الشرعيه والسلطه الشرعيه والتحالف العربي فيما يحدث؟ اولا يتحمل المسؤوليه، هناك مسؤوليتان، مسؤوليه مباشره ومسؤوليه غير مباشرة. المسؤولية المباشرة يتحملها من أشعل تثير هذه المواجهات، وكما تفضل يعني الجهات الرسمية وما في رئيس الوزراء إنه هو عبارة عن، وأيضا الوزارة الداخلية بيان وزارة الداخلية إنه يعني هذا انقلاب يعني مكتمل الأركان يعني، فمن قام بهذا وخطط لهذا ومن دعم هذا يعني لا شك إنه يتحملون مسؤولية بنسب يعني متفاوتة. لكن المسؤولية غير مباشرة أيضا، وهو إنه والسلطة الشرعية نفسها تتحمل جزء من هذه المسؤولية، باعتبار أنه كان في قدر من التهاون، كان في قدر من الوهن في أداء السلطة الشرعية في المحافظات المحررة عدن وغير عدن. وهذا يغري من يريد أن يعني ينظر لليمن على أنها يعني تركت رجل مريض، ويبحث بمنطق القوة، كما هو الحال عند الحوثيين الذين يريدون أن يؤمنوا ويؤسسوا لوجود يعني سيادي من خلال استخدام القوة وليس من خلال صناديق الانتخابات التي تضوى عليها هذا الخيار كل اليمنيين، سواء كان في الانتخابات الرئاسية السابقة للأخ الرئيس أو لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات التي خرجت عن هذا وهي كانت بمحل إجماع كل ممثلي الشرائح السياسية في اليمن. الخروج عن هذا باستخدام القوة هو الذي يعني يولد هذا النوع من
من من من الإشكال ومن الفوضى ومن الدمار ومن التهديد لمؤسسات الدولة في اليمن. على أي حال إحنا نؤكد على أنه الأصل أن اليمنيين كلهم يرجعون إلى كلمة سواء. نحن ليس لدينا اليوم بعد الله إلا هذه مظلة السلطة الشرعية وأمام الانقلاب. لابد من دحر هذا الانقلاب ثم تسوى الأمور ثم تهدأ وتستقر ثم تفتح كل الملفات بوجود سلطة سيادية يرتضيها الشعب اليمني كله. كل الملفات هذه قابلة للنقاش، قابلة للحوار، قابلة للتعديل، للتغيير، للتبديل. ليست هذه المشكلة، ولكن لا يستخدم القوة والعنف من أجل فرض يعني أجندات سياسية سواء كانت يعني من منطلقات محلية أو مدعومة يعني من الخارج من خلال يعني حروب الوكالة هذه اللي تعرفوها أنتم. طيب دكتور نجيب ابقى معنا، اعود للاستاذ معن دماج. استاذ معن، كنت بدات بالحديث عن اوراق القوى الباقيه في جعبه الرئيس هادي، ايضا ماذا هناك من اوراق ما زال يمتلكها المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ خياراته التي اعلن عنها في وقت سابق. الاوراق الاساسيه بالنسبه للرئيس هادي كما كانت دائما هي مساله الشرعيه. والرئيس هادي الذي لم يقبل ان يتنازل عن شرعيته في الواقع وهو محاصر في غرفته وفي بيته في صنعاء والمسدس بالمعنى الحرفي مسند إلى رأسه، لا أتصور رغم كل الضغوطات التي أنا أعتقد أنه يتعرض لها الآن يمكن أن يقبل بالتسليم بهذه الشرعية وبهذه المشروعية، وبالتالي يستطيع أن يستخدمها في إفهام القوى الإقليمية ودول التحالف أن هذه الأوراق يمكن كما أن تستخدم ضد الأعداء يمكن أن تستخدم ضد الحلفاء. يستطيع أن يرمي بكرة النار في ملعب التحالف والإمارات بإفهامهم أنه لا يمكن أن يقبل، يمكن أن يتفهم بعض الحاجات وبعض المصالح. بالأخير لا أحد من الشركاء في الحرب سوف يساعدك من دون أي طموحات ومن دون أي مصالح، لكن أن تتحول دولة دخلت في التحالف العربي إلى مقرر وتستطيع أن تفرض أجندتها على الشعب وعلى اليمن وضدا على الأهداف الأساسية لتحالف دعم الشرعية، أنا أتصور أن الرئيس هادي رغم أننا نعيش الآن مأساة يعيشها السكان المدنيين ويعيشها عموما المواطنون بالمواجهة العسكرية في عدن وهي مواجهة محسنة، يستطيع أن يستغل هذه اللحظة على مأساويتها لإفهامهم أن هذه الحرب في اليمن والتي أتت بسبب الانقلاب الحوثي وبسبب الثورة المضادة لا يمكن أن تكون وسيلة لتحويل اليمن واستتباعه لبعض الدول الإقليمية. هذا ممكن، وخطاب الرئيس اليوم وإن كان لم يتطرق كثيرا لهذه المسألة كان خطابا يعني في مستوى عالي ورفع السقف عاليا وكان مؤثر، وبالتالي أنا أعتقد أن أدوات الرئيس هذه مستمرة ويستطيع أن يصل بها إلى تحقيق الكثير من الأهداف رغم أن الوضع صعب وتطورات الأحداث على الميدان هي التي ستقرر في الأخير. بالنسبة للمجلس العسكري أنا أعتقد أن الاندفاع لاستخدام الورقة المسلحة سوف يكون يعني أو سوف يحرمه من كثير من الأدوات السياسية، لأنه إذا لم يستطع أن يحقق إنجازا عسكريا فهو سوف يخسر الورقة الأساسية الذي كان يلوح فيها وسوف يتحول إلى مجرد طرف بسيط. يعني الادعاء بأنه يمثل كل الجنوب سوف يتحول إلى مجرد طرف بسيط وطرف سياسي وطرف عسكري وميليشياوي، وبالتالي هو في موقف صعب. وأنا أتصور أن الوقت أيضا لا يخدمه، وأتمنى أن تحدث تسوية قريبة قبل أن تتحول المسألة إلى انفجار شامل وتنتهي فرص العودة وإمكانية التسوية في الوقت. طيب سؤال أخير أستاذ معن، ما تصفه بموقف المجلس الانتقالي اندفاع لاستخدام الورقة العسكرية؟ هو يقول أنه الدخول في هذه المواجهات هو كرد فعل فقط على ما صدر من القوات الحكومية. تقنيا ممكن أن تقول ذلك، لكن سياسيا من الواضح أن المجلس هو الذي تسبب بهذا الصدام وهو الذي أعد له سياسيا وحرض عليه إعلاميا، ومنذ على الأقل أسبوع أو 10 أيام يتم التحضير لهذا لما حدث في الواقع. أن تعلن مجرد فكرة إعلان مجلس انتقالي، نحن نعرف ماذا يعني مجلس انتقالي، يعني سلطة يعني انتقالية في بلد لا توجد فيه دولة ولا توجد فيه سلطة من التسمية.
الحديث عن حالة الطوارئ. من يعلن حالة الطوارئ؟ في العادة يعلنها الرئيس أو وزير الداخلية أو الحكومة. كل الإجراءات وكل الخطاب العالي والحديث عن إنشاء مجلس عسكري وإنشاء مجلس محافظات، هذه خطوات هي انقلابية في الواقع، لم تؤخذ بجدية، لم يحاول ربما أن يفرضها باليد الخشنة، لكن هذه التسميات وهذه الإجراءات هي إجراءات يعني دولة بديلة، دولة في الأمر الواقع التي تفرض نفسها في سبيل الحصول على الشرعية. فحتى ولو كان تقنيا بدأ الصدام بسبب بعض وحدات الداخلية وهذا أمر غير مؤكد، فهذه مسألة تقنية قد تحدث عندما تتوتر الأجواء وتتقارب القوى ويكون الخطاب متشنج، قد تأتي الطلقة الأولى أو الصدام من هنا أو هناك، لكن المسؤولية السياسية، من رفع السقف ومن حرض ومن أعاد للأجواء التي تعيشها عدن، للأسف الشديد كان المجلس الانتقالي بخطابه وبسلوكه، ولا أظنه يخفي ذلك. أشكرك. ولكنه الآن عالق في الوسط بعد أن أثبتت الأحداث أن الحسم والإنجاز على الأرض ليس بسهولة إلقاء الخطابات. أشكرك جزيلا أستاذ معن دماج المحلل السياسي، كنت معنا من تونس. أعود لضيفي من إسطنبول الدكتور نجيب. دكتور نجيب، برأيك المشهد اليوم يتجه إلى فرض تسوية سياسية جديدة أم المشهد العسكري ربما سيكون له كلمة أخرى؟ والله نحن نأمل أنه يعني يكون هناك نهاية لهذا الصدام، لأنه في الأخير كل من سقط هم يعني من اليمنيين، ونحن يؤلمنا يعني أنه يعني أيا كان الطرف، بل أننا نأمل أن تنتهي الحرب يعني على مستوى اليمن يعني قريبا جدا، لأننا لا نريد مزيدا من الدماء تسفك، لأن هذه خسارة يعني لليمن عموما يعني. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن نأمل أنه تستقر الأمور، وهذا يعني مؤشرات واضحة أنه سيكون لغة العقل والحكمة والسياسة بدل لغة الرصاص يعني هي السائدة في 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 مستقبل الأيام القريبة القادمة. تحت مظلة الشرعية لا توجد مشكلة أن توضع كل الأجندات وكل الملفات وكل القضايا وكل المشاكل، لكن تحت مظلة هذا السقف الذي يحمينا جميعا وهو سقف السلطة الشرعية الممثلة بالأخ الرئيس عبد الرب منصور، هذه الحكومة التي يعني أفرزها هذه السلطة السيادية للأخ الرئيس. نحن تحت هذه المظلة ممكن نشتغل وممكن يعني نناقش كل قضاينا وكل ملفاتنا. ما هو ممكن حله في هذه الأيام ومقدر على حله من ناحية سيادية وسياسية يعني بها ونعمت، والذي لا نستطيع أن يعني أو لا توجد إمكانية لحل حالتها يجري ترحيلها وتأجيلها لما بعد الحسم وبعد إن شاء الله يعني قيام يعني دولة مستقرة وتحت سقف اليمن الاتحادي بها بأي عدد من الأقاليم. لكن بهذا الوضع الموجود يعني لا توجد حكمة أبدا ولا منطق ولا عقل ولا مصلحة وطنية ولا يعني حد أدنى حتى من الالتزام الأخلاقي إن إحنا يعني نفكر يعني هذا الحد من الصراعات المسلحة. وكما قلت يعني عدن وغير عدن لا تحمل مزيدا من الدماء ومزيدا من عدم الاستقرار ومن زعزعة أمن المواطنين ومحاربة يعني لقمة عيشهم واستهداف أيضا الخدمات الأساسية. شكرا لك دكتور نجيب. شكرا لك دكتور نجيب غانم، عضو مجلس النواب، كنت معنا من اسطنبول. وينضم الينا من تعز الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. اهلا بك استاذ عبد الهادي. اذا الاحزاب السياسيه في بيانها وموقفها الاخير تدعو لاحتواء الاوضاع وضروره احتواء هذه الاوضاع في العاصمه المؤقته عدن، كيف يمكن احتواء هذه الاوضاع؟ أستاذ عبد الهادي، أستاذ عبد الهادي، إذا شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. وصلنا لختام هذه الحلقة، في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة عبد الرقيب العبارة، في أمان الله.